بارك الله فيك شيخ. هل قيام في ليلة القدر مغفرة في جميع الذنوب حتى الكبائر؟ لا شك أن رحمة الله واسعة وعفو الله عظيم، ولكن تبقى حقوق الخلق وتبقى الكبائر التي يستمر على الإنسان، أما الذنوب التي تاب منها ولو كانت من الكبائر ما لم تتعلق بحقوق الخلق فإنها تغفر، إنها تغفر لا شك في ذلك. أما المتعلقة بحقوق المخلوقين أو الكبائر التي لم يتب منها فهذه لا تغفر حتى في ليلة القدر ما لم يتب منها. نعم بارك الله في